كل فترة بيعلى صوت مطالب اللبنانيين بقضايا وملفات كتيرة، وعود المسؤولين بتكتر بلحظتها، بس فجأة ومثل السحر بتختفي الحلول وبتروح الملفات من بين الرأي العام والمسؤولين. الملفات كتيرة، بس نحن بهالبوديوم رح نحكي عن 10 ملفات هزت لبنان ورجعت اختفت عن الأضواء وانحطت بالجوارير. منبلش بالأديتورز تشويس، وهو ملف عمره أكثر من 26 سنة، ملف المفقودين والمخفيين قسراً بالسجون السورية. هالملف يلي بدوره بعده لليوم مفقود وأسير التجاذبات السياسية. الأهالي ما يقسوا ولا تعبوا من المطالبة، وجملة وحدة بتتردد دايماً: إذا كانوا عايشين بدنا إياهن، إذا انقتلوا بدنا جسسهم. بس للأسف جواب المعنيين من 26 سنة لليوم بعده إن شاء الله. المرتبة العاشرة: مني مسؤول ما كانت غلطي. هيدي كانت آخر عبارة سمعها الموظفين ببرج مراقبة مطار بيروت الدولي من كابتن الطيارة قبل ما تختفي كيرتس سي 46 التابعة للخطوط الجوية اللبنانية عن شاشات الرادار، وبينما كانت عم بتغوص بالبحر لتدفن معها شحنتها الكبيرة من الذهب اللي وصلت ل 400 كيلوغرام وتسجل أول حادثة للطيران المدني بلبنان. تحول سقوط الطيارة من أكثر من 60 سنة لأعقد الألغاز الوطنية حتى تاريخ اليوم. المرتبة التاسعة: إمبراطورية سيفكو العقارية يلي ضاعوا زبائن المغبونين بين مشهد كلمة مفلسة على بانر الصفحة على فيسبوك وتقاذف التهم بين الشركاء فيها وفرار مؤسسة شهيرة فانيان للخارج بعد إصدار قرار قضائي بمنعه من السفر، وبعضهم الزبائن لليوم مش عارفين كيف ومين رح يعوض عليهم. المرتبة الثامنة: الفوضى وعدم تنظيم القوانين المتعلقة بالأملاك العامة البحرية، فمن فترة لفترة بيعلى صوت اللبنانيين المحرومين من حقهم القانوني وهو الدخول المجاني والحر للشواطئ اللبنانية، مع تمادي أصحاب المنتجعات السياحية باستباحة الشواطئ بظل فشل الحكومات المتعاقبة بتطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم الأملاك العامة البحرية. المرتبة السابعة: بس 5 دقايق، مين منا ما بيتذكر إعلان شركة اللبنانية العربية للتسليف اللي راح ضحيته عدد كبير من اللبنانيين وما نعرف مصيرهم ولا تم التعويض عليهم، خصوصي بعد ما غادر صاحب الشركة فادي خيرو البلد بعد الإفراج عنه للعلاج من وعكة صحية. المرتبة السادسة: 19 سنة مرقت على مقتل القضاة الأربعة على قوس محكمة جنايات لبنان الجنوبي بقصر العدل القديم وسط مدينة صيدا، بعد في تلكؤ كبير بكشف الحقيقة وتحديد القتل المأجورين، وبقي المطلب الأساسي ذاته البحث عن الحقيقة الكاملة لهالجريمة. المرتبة الخامسة: قضية الفساد بأوجيرو يلي كل مرة بيسعى التفتيش المركزي للنظر فيها بيرجع بغض النظر عنها، فهل بعد الملف بحاجة لمين يفتش عنه أو هو بحاجة لقرار بالتحرك قضائياً ضد الفاسدين؟ المرتبة الرابعة: زياد وسوزان، العنوان يلي تم تداوله بشكل كبير من أشهر قليلة، فتهمت العمالة يلي توقف بسببها المسرح زياد عيتاني سقطت بظل ما تردد عن فبركة الملف من قبل المقدم سوزان الحاج رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية سابقاً، يلي كمان تم إخلاء سبيله بسند إقامة بس من دون ما يعرف الرأي العام يلي انطوش بهالخبر شو يلي صار، ومثل العادة غرق الملف بدهاليز السياسة. المرتبة الثالثة: ملف المبعدين لإسرائيل، فمن 18 سنة تقريباً لجأ نحو 5000 لبناني لإسرائيل خوفاً من الاضطهاد والملاحقة، من وقتها انمنعوا يرجعوا على لبنان وانقسم الرأي العام حولهم بين حقهم بالعودة والإعدام، فأمتى رح يتم وضع هالقضية الحساسة والإنسانية على جدول الحلول؟ المرتبة الثانية: قضية انهيار بنك المدينة يلي برغم من مرور 15 سنة عليها بعد ما قدر الرأي العام يعرف تفاصيل هالقضية، وبعدنا لليوم نسمع بتورط بعض السياسيين بس ما في لهلأ مين يأكد أو ينفي. المرتبة الأولى: 250 ألف مليار ليرة يلي بعدها بلا حسابات بحسب كتاب الإبراء المستحيل يلي أصدره تكتل التغيير والإصلاح سنة 2013 ووعد بمتابعة الهدر يلي صار بالدولة.
بس لليوم بعده الكتاب حبر على ورق والشعب اللبناني ما بيعرف وين انصرفت أمواله. على أمل نلاقي جواب مقنع لكل الملفات بهالوقت. خليكن عم بتابعوا موقع النشرة اللي رح يقدم لكم كل أسبوع بوديوم جديد عن مواضيع بتهمكن، وما تنسوا تشاركونا رأيكن بهالقضايا عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.